السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير ليلة سعيدة ولقاء أسعد ولقاء يتجدد وبرنامج نال من الزخم ومن الصيت ما لم يناله برنامج قبله وهذا إن شاء الله من بوادر التوفيق وإن شاء الله من حظ المتسابقين وحظنا وحظ أيضا المشاهدين لكي نخرج بمنتج وبعمل أول شيء رسالته إيجابية ثم بعد ذلك لننشر البسمه وعمل ترفيهي في النهايه نحن في عمل ترفيهي نقدمه للمشاهد فاحيانا تحميل الامور اكبر مما تحتمل يؤثر على الجميع لكن قبل هذا وذاك اسمحوا لي ان ارحب بالنقاد الحصريين لفقره خذ العلم النقاد اللي الحقيقه كلهم شغف وكلهم حماس وكلهم اراده لان تكون هذه الفقره من الفقرات اللي تحمل نقله نوعيه في النقد اسمحوا لي بعد اذنكم ان ارحب بالناقد الحصري لقناه الواقع نايف الاكلبي جاي من ابو ظبي طيارته قبل شوي نازل في المطار مرحبا ومسهلا الله يبقيك يا ابو حزام ويطول عمرك ومسي عليك بالخير وكذلك الزملاء اللي معنا ومسي على المشاهدين بالخير وبداية ان شاء الله جميلة وبداية شيقة وكلها حماس و وعلى قولتهم الانطباع الأول يوحي بأن بأن أمام برنامج بيكون نادر من نوعه، البرنامج ان شاء الله يعني أصداءه وصلت للجميع قبل حتى يبدأ. البداية كانت يعني جيدة جدا وموعودين ان شاء الله ببرنامج يكون له حضور وممتع للمشاهدين وكذلك الفقرة اللي نوعدهم ان شاء الله انه يكون لها النصيب الاكبر من التواجد والحضور المشرف والمشوق. باذن الله ايضا اسمحوا لي ان ارحب بالرجل اللي اثبت نفسه الحقيقه في في فتره وجيزه جدا وكنا امام ناقد من من العيار الثقيل بدون قصور في الزملاء لكن بكاركتر خاص له ونهج خاص والله يعين المتسابقين كان فيما مضى مقدم ومقيده التقديم. عن انه يعني ياخذ حريته في النقد لكن اليوم قلنا اشهر بجنحانك وكفخ يا ابو حمود وعليك بهم يا ابو حمود ومرحبا ومسهلا يا ابو حمود صالح المكسر مرحبا بك تبقى الله يرحبك على واسع فضله يا ابو حزام أنتم أخوان النقاد وجمهورنا الغالي اللي نقوله اسال الله العظيم ان الله يدلنا ويهدينا ويعيننا على الطاعات ويجنبنا المعاصي والله جعل برنامج البرنامج وذا المتسابقين ينجحون ويفرحون كلهم حب وعسى الله يجنبنا واياكم الاخطاء اللي اللي بانت بوادرها من الان يا سلام يعني بانت الاخطاء من اليوم الاول يا رجال يقولون اعطهم يوم ولا يومين يا رجال من اول ساعه الاخوان داخلين عرض لكن يصبرون يجيهم قسم ايضا يشاركنا في هذه الرحله الرحله الحقيقه ما هي برحله هينه ولا هي برحله يعني مريحه ولا هي بدرجه اولى هي رحله متعبه وشاقه والمراجل تتعب لكنها في النهايه لها لها طعم. يشاركنا في فقره النقد الناقد الحصري لقناه الواقع وفقره خذ العلم ابو مناحي نقول مرحبا اللهم سهلا في بدايه هذه الفقره. الله يبقيكم يطول اعماركم اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم السلام الله يسعد مساكم زملائي النقاد اولا يسعدني ويشرفني و كوني اطلع معكم في هذه الفقره وبيض الله وجهكم على الثقه اللي أعطني اياها واتمنى اني اكون قدها وان شاء الله تشوفون ما يرضيكم يرضي الجمهور. آه قبل ست شهور كنت انا متسابق. يا سلام. وخلال ثلاثة شهور الماضيه مقدم والان اجدد العهد بكوني ناقد. هذا دل دل على نجاح هذا الكيان ومن يدير فيه. اشكر الثقه. اشكركم على اتاحه فرصه لهذه الفرصه اني يكون ناقد معكم وان شاء الله نوعدكم بما يرضي الله سبحانه وتعالى ثم يرضيكم ونقول للمسيء اساءت وللمحسن احسنت بس هم يقولون انكم تقولون للمسيء اساءت وتسكتون لاجل المحسن صلحة. نسكت اي لاجل المحسن سكتنا حلو ما حل نسكت غير هم يسمعون اللي يبغون هم يسمعون أيه على كيفهم أحسن. ولا احنا نقول للمحسن احسنت ونقول للمسيء نعم طيب نبدا توكلنا على الله البدايه في دخوليه المتسابقين في برنامج مراجل لكن قبل اسلمكم المحاور يا اساتذتنا فيها نقطه مهمه جدا اللي هي التصويت واليه اختيار المتسابقين يا ليت الجمهور يركز معنا شوي ويا ايضا المتسابقين يركزون معي شوي في في هذه النقطه خصوصا لان العمليه صار فيها مزايده صار فيها مزايدة. التصويت المبدئي هذه آلية قناة الواقع يعني من من ثلاث سنوات تقريبا من برامج القديمة يعني ما في شيء جديد. كنا صريحين معكم جدا وقلنا في تصويت مبدئي. كنا صريحين ايضا وقلنا ما في كروت ذهبية. يعني غيرنا ممكن كان بيقول ما نلعب على التصويت وحنا نبغى الموهبة واخر شيء يقول في تصويت. لكن حنا كنا صريحين، هذه وحدة. الشيء الاول. الشيء الثاني كيان قناة الواقع في اختيار المتسابقين مر بثلاث مراحل اللي هو برنامج مراجع، جميل؟ المرحلة الأولى تصوير المتسابقين والمتقدمين فيديوهات لهم. بعد ذلك فرز الفيديوهات والفيديو يعطيك 50% من مستوى المتقدم على فكرة. فرز الفيديوهات وانتخاب 200 فيديو منهم واستقبالهم. بعد ذلك فرز 60 متسابق أو أكثر بقليل وطرحهم للتصويت. ثلاث قنوات، ثلاث مراحل مروا فيها المتسابقين. في النهاية الستين ذولي أو العدد الأكثر كلهم عندهم محتوى أي واحد منهم يصلح لكن أحيانا هذا محتواه مية في وهذا محتواه 80% في المية الثمانية في المية ساعد التصويت عنده جمهور جميل صوت بعضهم لا ما عنده جمهور بس يقول أنا عندي هدف يمكن يصوت أخوه ولا يصوت أبوه شأنه هذا ما نبي حنا بس هو يقول أنا عندي هدف وما عندي حاضنه وما عندي جمهور او عندي احد يعرفني بصوت نفسي شانه وحنا ما نبي هذا ترى التصويت هو للجمهور اصلا هذه وحده الثالثه برنامج مراجل او غيره برنامج اكاديمي مدته ثلاث شهور تخيل انك راح المعهد اكاديمي الهدف اللي تبيها انت احنا والله احنا نعرفه وانت تعرفه والجمهور يعرفه ان يعني يخرجك اعلامي مشهور لان الشهره الان اصبحت بزنس صح ولا صح صحيح اذا هذا ايضا مشروع لك في حياتك مو بلنا. في قنوات تدعم المجاني وتختار المتسابقين بامكانك التوجه لها. قناه الواقع هذه سياستها وآليتها. انت بالنهايه المستفيد. لو دخلتك معهد اكاديمي اعلامي ثلاثة اشهر مئة يوم يعني محفول مقبول ويعني أه تقابل أه مشاهير بكره عندكم ايفنت ترى تعبان على الكلمه دي وش عندنا؟ ايفنت سلام يا سلام عليك ها أه؟ عندكم ايفنت بكره في مشاهير شاعر القلطه بيجي وبيكون شعراء من الصف الاول اللجنه وغير الشعراء اللي يجون وبتقابلونهم المقدمين اللي كلها لدعمك ولصقلك لكي تنطلق الى فضاء الاعلام وفضاء الشهره، فضاء الشهره المتسابقين اللي جونا وطلعوا من عندنا اقل واحد سوى له براندات عطور وترزق الله اذا هو للمتسابق هذا الكلام انا ماني مجبور اقوله لكن شيء في الخاطر للمتسابقين اللي موجودين والمتسابقين اللي الحظ بعض المتسابقين في الستين اقوى منك انت اللي دخلت محتواهم كامل بعض والبعض الاخر اقل منك انت ساعدك التصويت مع محتواك اللي هو اصلا مبردي نجحت هذا اعتمد على محتواه اخفق انت تمشي بجناحين تطير هو لاعب جناح واحد يكفخ 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 في محله التصويت الاسبوعي نفس فكرة نعلمك الان ممكن يصير ادائك 90% خلال الاسبوع ها مضبوط او خلينا نقول 80% خلال الاسبوع بس ما عندك تصويت وهو ادائه 50% ويصوت ياخذ 100% انت ادخل احنا نقول لك بعد الان علم وانت عارف أه. اصلا نسبه تناسب هي نسبه تناسب هذا يلعب على الخطين وانت ما عندك الا خط واحد اللي هو جهدك نفس الفكره بتكون في التصويت الاسبوعي هذه بس ملاحظه جدا اتمنى زملائي يشاركون في اليه التصويت ابو حمود من ناحيه انتقاء المتسابقين في التصويت ابو حزام ولا هم اخوان النقاد آه المره هذه طال عمرك المتسابقين فيهم خليط كل واحد يتفرد بشخصية معينة جميل لكن قبل ما نقول إن فلان يتفرد بشخصية غير الثانية أخي المتسابق أنت عندك ثلاثة شهور برنامج ده ثلاثة شهور أول شهر أثبت نفسك عرف الجمهور من أنت وش تملك الأسبوع آه الشهر الثاني حدد وجهتك وإذا فيه واحد من زملائك تدري إنه بيأدي معك أو اثنين بيأدوا معك مرحبا ومسهلا الخير آه الخص يخص و بعد. الشهر الثالث كل بذراع حتى اذا كنت في مجموعه ولا لحالك الشهر الثالث هو بيبان من المتفرد ومن اللي باقي ومن اللي يتمدد. انا ان شاء الله ما نبقى اني راهن على احد منكم للحين لا لان مالكم ولا يمكن نقول 24 ساعه لكن الايام كثيره تبين لنا من اللي عنده محتوى طويل الامد ومن اللي جهده شهر بعدين ما هو متعدي النفس القصير اي النفس قصير ابو عنزي التصويت واختيار المتسابقين آه. رايك في اللي حدث؟ انا اقول هذه سياسه قناه وسياسه برنامج والجميع كلهم ما جو وزاحموا الناس وجلسوا يتصلون ويتواصلون ويتعنون من بعيد الا ان الجميع مقتنع بهذه السياسه يا سلام يعني هو ما جاء على 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 سياسه غامضه ولا جاء ما يدري عن شيء هو جاء على سياسة واضحة هو مقتنع فيها وجاي يبي يشوف ويبي يقدم اللي عنده المتسابقين المتواجدين الآن ترى من نوعين النوع الأول جميل نوع جاي بجماهيرية ويراهن بجماهيريته وعنده جماهير يدعمونه وهذا شأنه شأن جمهوره في متسابق آخر عفوا ثلاثة في متسابق آخر جاي عنده محتوى وعنده شيء يبغى يقدمه بس ما حد يعرفه وهذه تعتبر منصة له أنه يثبت وجوده يعني يساعد نفسه ومثل ما قلت يساعده ابوه يساعده اخوه لكنه بالاول والاخير بيجي وبيثبت نفسه وبيثبت ظهوره في البرنامج وبالاكيد انه بيتفوق على صاحب الجماهيريه اللي جاء هذا النوع الثاني موهبته نعم النوع الثالث اللي جاي بس عنده ماده وجاء ودخل في البرنامج لا يعني لا عنده جماهيريه وجاء ولا اثبت جماهيريته وحاول انه يثبت جماهيريته حاول انه يعني يظهر بموهبه ما استطاع وزي ما جاب بيطلع كنا نتكلم في يعني في سابق البرامج عن هؤلاء الاشخاص اللي من بدايه البرنامج لين ينتهي البرنامج هو ما يدخل برايم ويظهر في الستيج النهائي لكنه ما يحصل على مركز فحنا يعني تركيز المتسابقين على الـ على النوعين الاولين انت عندك عندك هدف وعندك موهبه وانت ما عندك جمهور ترى هذه منصتك الحقيقيه اثبت نفسك ولا تقول لي انا وش سويت اليوم ولا وش سويت بكره ولا باقي عندي اسبوعين باقي عندي ثلاثه ترى الارزاق تقسم بداية البرنامج هلال. لا تجيني بعد شهر تقول انا طلعت موهبتي الجمهور يتقسم من الان انت عندك شيء طلعه من اول يوم ومن اول ساعه ومن الان واي ساعه تفوتها تراك تفوت وقت من 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 وجودك على الشاشه جميل. ابو مناحي، لك وجهه نظر في التصويت وكانك زعلان اي نعم اولا طال عمرك جميع الرجال يجينا ويقدم علينا يعتبر انه متابع لنا ما جاء له عارف اليتنا وعارف التقديم وعارف الاليه ولا جاء قال التصويت والتصويت اسلم يا اخي اعتبر التصويت هذا ضريبه شهرتك والله كل شيء ضريبه اي تصويتك لا هو ضريبه شهرتك وابرازك على الشاشه وظهورك حلو فهمت؟ يجي عقب ما يجي يقدم يقول له انت ما قلتوا لي الكلام انا عندي موهبه طيب انت تدعم موهبتك بشيء من عندك ادعمه تمشي من عندك ويبغى يكسب ما بندفع ايه ها ها هذا هو شيء بلاش ربحه ربحه ولكن انا عندي وجهه نظر ايوه ربما انكم توافقوني عليها وتقولون لا نسمع جمهورنا يستاهل منا كل خير صحيح اوكي في شباب جاو من ضمن ال 60 ومن ضمن لا من ضمن ال 60 من ضمن اللي قدموا زين وتم قبولهم وعرضهم قدام اللجنه جالهم قبول على الشاشه وقبول الجمهور ولكن ربما ما لقى تصويت او ما لقى احد داعم مثل وسم العتيبي طيب مثل وسم العتيبي هذا ما شاء الله عليه خلال الساعه والثواني اللي ظهر فيها جاء له قبول على الشاشه جاء له قبول عند الجمهور واضح بس ربما انه ما لقى من يعاونه في التصويت وكذا انا اتمنى من الاداره لقاء النظر للجمهور واعطاء الجمهور فرصه الان عددهم 25 انا ابي من الاداره اه، تعطي الصوت للجمهور بش بش بشخصي يكون عددهم 27 يعني تطلب كروت ذهبيه قل لا لا مو كروت ذهبيه انا ما اهل انا الكروت الذهبيه الكروت الذهبيه انت يا يلي... انت يا الاداره او انت يا ايه. اه قصدك الجمهور انا اقصد الجمهور ايه يقول الكروت الاداره تعطيها الان الجمهور الجمهور يبي صالح مكسر يلا انا بنزل صالح اللي... مكسر وصالح حسام ونايف الاكلبي ومحمد بناحي اربعه دريجين مثلا حلو ابي من الرجال هني طيب ما طيب انت قصدك ينزلون ال 35 الباقيين اللي كانوا من ال 60 للتصويت؟ ينزل لتصويت الجمهور اللي اللي اللي, اللي ما حالف الحظ يختارون الجمهور يختار يختارون اثنين يختارون دقيقه اتنين. دقيقه يا اخواني دقيقه هذا مو بعدل اني اجيب اثنين يصوتون من الجمهور وادخلهم بدون دعم او بدون تصويت يا طيب الرجل طيب طيب تعال تعال ليه 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 طيب هذه حاصلة عندنا في سكريبت قبلونا وعددنا 24 وبعد القبول ومع العلم عندنا ست كروت ذهبيه في سكريبت صح بس انتم موافقين عليها ترى ها انتم موافقين عليها موافقين نعم احنا موافقين طيب دول خل... خل... موافقون ما هم موافقين ذولا خلينا نوافقون وابشر ان شاء الله بيوافقون ان شاء الله بيوافقون ولا هم بيردون الرجال وياهم وزملائهم اللي متسابقين يوقعون كل المتسابقين انهم عادي بامكان ما عندنا خلاف في اختيار الجمهور لان لان الان بين المتسابقين وبين الجمهور احنا ما لنا شغل يوافقون يوقعون المتسابقين احنا ما عندنا خلاف في اختيار الجمهور الكرتين ذهبي مع العلم يا ابو حزام ولا و... اخواني ما حد قايل من المتسابقين رجع بس مثل ما, ما يقول مع العلم يا اخواني الثلاثه اللي جونا في نسختنا بتصويت الجمهور ايوه واحد منهم أه. نافس على نجم الجمهور اللي هو حاتم الحربي. اها. الثاني خذا نجم الريالتي خالد الروقي. صدق والله. هي نعم. تصويت الجمهور. يعني قصدك. يعني جمهورنا له نظره ما هي يا اخي ما هي بعندنا يعني انت يعني, يعني, يعني انت من جانب اخر تبغى تبين ان النسخه هذه لحد الان ما فيها احد. للحين ما شفت شيء بس شفتي رجل على يجلسون لهم على طاولات هذا اللي شفته. ايوه. لما رجل يغنون. يلا قوموا صفين صفين ما في ريالتي عالي ما في ما في للحين للحين ما, ما, طيب. ما شيء اذا الكره في ملعب المتسابقين في حال انهم يعني وافقوا انا اظن ما حد يوافق تخيل احنا ناخذ واحد منهم الان في قبل ما نتكلم عن انطلاقه البرنامج انطلاقه البرنامج شاهدنا حفل الافتتاح يا ريت نعطي بس نجهز لنا متسابق يخاطبنا ويكلمنا ايش رايكم؟ ممتاز نطلب فؤاد فؤاد حضر نفسك تكون في الهنقر ريثما ما يجهز الكوفيش الروم خليك في الهنجر لكن كيف رايت يا نايف حفل الافتتاح امس؟ والله انا قبل حفل الافتتاح انا معجبتني لغه كل يوم ابو حزام كيف؟ عندك مفردات جديده يا اخي ايفنت والله عدوا يا ايفنت يا سلام عليك والله العظيم انا اقول البرنامج هذا بيشهد مفردات جديده <تصفيق> 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 <applause> كيف حمل الافتتاح طيب اقول مفردات والله انا اقول حفل الافتتاح ما شاء الله يعني انا اشوف النجاح حتى فوق الشيء اللي كنا متوقعينه ما شاء الله الدخوليات متميزه المتسابقين فيهم نشاط الله يكفينا شره انا اقول الله يكفينا شره <applause> كلهم ما شاء الله كلهم نشيطين وكل منهم يبغى يبرز اللي عنده كل منهم يبغى يظهر قدام الشاشه لكن بعد بعد اسبوع ما ندري ايش بيصير. ما عليك أول الفوح آه. كبه. هذا والله الكلام <applause> هذا والله الكلام انا اقول البدايه جيده جدا وبل انها يعني تميزت باشياء ما ظهرت يعني في في برامج اخرى انا اقول الله يعطيهم العافيه جميعا. كيف شفت اداء مسير برميثه والمشهد والدخول يا امس الله اكبر جنب. الله اكبر <applause> يا مسير برميثه مسير ذا مجرم الادمي هذا عطى بس شخصيه ولا كان اكثر وقل له ميدالك مسير برميثه والاطفال الصغار والابناء والتراث والبل والخيول والمتسابقين والحداثه والجمال في اللوكيشنات والعرضة. والعرضه يعني ايش تبغى؟ تراث ابشر دخوليه ابشر قدم ابشر تطوير ولوكيشنات تبكي ابشر ذوق فاخر من الاخر ايش تبي؟ كل الذواق ارضيناها حلوة جدا طيب فؤاد جاهز ولا ناخذ أحد غيره فؤاد اسمه أعتقد إحنا تونا ترى اليوم الثاني جينا علشان نحفظ الأسماء من بدري فؤاد ولا صح فؤاد 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 الله فؤاد فؤاد اللي هو أحد أعضاء جروب 82 أمس هو أحدهم ولا قائدهم هو قائدهم ايوه قائد انا احسنت هو مؤسس ايه هو مؤسس الجروب له دور اه يعني جروب 82 يعني بدا امس يعني بقى يضم احد من الجروب وبغى يظهر احد يعني, يعني كيفة. هو أحسنت. اللي هو فؤاد هو فؤاد كويس تمام وليش الصلاحيات تعطى فؤاد بس؟ لانه هو اللي هو اللي تراس وقام بالموضوع تولى ولا عشان دي سيارتي اركب اللي ابي وارد اللي ابي فعلا الربع فعلا فعلا خلوكم معنا شوي قبل ما يجي فؤاد سواء جاء ولا ما جاء الاستاذ أه نايف نكش له صراحه نقطه امس دخوليه فؤاد وكان موجود صالح ولا موجود. نعم قال انا ابغى ادخل بالدس الحالي مضبوط مية. كانت الفكره ان يدخل ثلاثه فرسان ثم بعد ذلك اربعه يقودون الرحايل واللي يركب فوقه ريال ركب فوق الرحول ثم بعد ذلك تدخل العارضه ثم بعد ذلك يدخلون المتسابقين قال له انا ابغى ادخل بسياره طبعا هذا يفترض احنا اللي نملي عليك ما انت اللي تجي تركب الدخول على كيفك الولد استاجر له سياره هذه كانت المدخل يجبرنا احنا ندخل 82 لانها مستاجره لانها مستاجره لأنه تخسر قلنا اهداء قال انا بدخل انا الحالي ولا تدري بدخل مع متعب ابن رقعان اه ثنائيه ثم بعد ذلك دخل مع عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الله جميل صاروا ثلاثه في الدنسي الثنائيه كانت مع متعب وعبد الرحمن عاد غصب آه، أه. يعني تل... لا, ما أصبره. ما أصبره. آه. لا ما غصبنا ما غصبنا هو اللي اختاره هو اللي اختاره جبرتوه بالعدد يبعد الشبهه جبرتو بالعدل هو له ثنائيه بس الرجال قال ايش؟ قال خلوا يحطوا واحد ثالث عشان ما يدرون يا سلام مو هي. عندك مو بسيط المهم طمر واحد من المتسابقين قال بركب في الصندوق قال لا دخوليتي لا تخربها دخوليتي لا تخربها وسيارتي لا تركبها سيارتي لا تركبها هذا آه آه اللي حدث امس أي. صح في جماليات امس لكن ما يحدث يعني دائما سبحان الله يقول فرويد ما يجري على السطح وهم خادع الله الله يا سلام دائما اللي يجري على السطح وهم خادع امس الشغل ما شاء الله تبارك الله توفيق من الله ترى على فكره ما احد يعني دائما التوفيق لصاحب العمل اكتمل. صحيح. أه لكن اللي حدث تحت الكواليس ان فؤاد رفض يركبون زملائه معه سيارته كبدايه انا اعتقد انها بدايه جريئه من الولد. استغربها منها من امانه م يا اخي انت جاي في دخوليه تمنن نفسك وتمن لاخوياك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أعمل لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وانت بكل انانيه تقول انزل. والله لانه مو الرجال ما بعد جلس معها 24 ساعه والله نزل ما بعد خويته تنزل الرجال من موترك والله الذي لا اله الا هو لو انه راكب ما هو في موتري لأنزل انا وخليه يسوق موتر. انا اشهد انتم جايين هنا خويا بكل قوه وجه كذا تقول له انزل يا ولد بسم الله الرحمن الرحيم يمكن البعض يفكر احنا نكبر المواضيع لا لا صدق لكن لا اللي خابرنا اللي خابرنا يدري احنا ما عندنا صدق صدق نزله من صندوق قال انزل ابو مناحي مشهد حدث امامي انا وصالح والله يطول العمر وشوف هذا اول شيء له من الشم رجال يا اخوي حتى اجنبي هو اجنبي من ديرة بعيد جاك طبايعه غير طبايعك تستقبل طبايعك وفؤاد هذا شجل عليه ينكرها ما ينكرها يقول هاي نظرة بعيدة ما واضحة مصلعة هو يحسب حنا ما ندري بها ومكشوفة يبي بالرقعة <applause> اخاف ان يدخل معنا ثالث ولا شيء لا خلاص سيارتي تكفى انزل خلاص الحالنا تكفى خلاص ليه يا اخوي الرجال ذا اللي انت قلت ماذا انزل بيعيش معك هنا يمكن آكل. يمكن جروب 28 يمكن يمكن يمكن, يمكن اكل شارب احزانك افراحك معك ذا الرجال كيف تقول ماذا انزل كيف يا اخوي وين وجهك اقول ماذا الرجال ذا عاد اللي بعين فيه ها طيب نزلت جبر خاطر يا اخي جبر خاطر وين؟ جبر خاطر؟ ناخذ ناخذ الرجال نسمع منه ترى بيقول اللي تحت البث تحت البث تذكرت إيه. يعني لا 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 خلنا نسمع عطنا فؤاد فؤاد تسمعنا؟ اي معك اسمعك طيب اول شيء نقول صباح الخير, الخير يا فؤاد خلنا نشوف الساعه صباح النور لا مساء الخير مساء آه. الخير مساء الخير يا فؤاد أنت غلطان شفت في كل شيء تخطئ أنت اسلم أحسنت بس المرضى أنت المر... تنتبه مساء النور يا مرحبا طيب ولا ما معك ساعة؟ أعطيتك مخرج اسلم زعلان لا طيب بس ولا. أني بنوه على كذا حاجة ماني بزعلان والله ايه لكن بنوه على كذا حاجة يا أبو حزام تفضل أنا لي الحرية تمام أيه؟ أنا جيتكم وطلبتكم وقلتوا تم بيض الله وجهكم ايه أنت معي؟ لي الحرية أني أنا أسوي لي دخولية لحالي الحالي ايوه الحارب. طلبت ابو حزام يمين يسار كل ما جيت ابو حزام قلت يا ابو حزام انا الدخوليه ابغاها الحالي يا اخي انا ابغى اخش دخوليه الحالي عندي شيء ابغى اديه وللاسف انها تكلفنا وكان سبب الشيء ذا كله ابو حزام انا ركبت العيال اول شيء ذرا كلهم اغلبهم ما اعرف اغلبهم ما اعرفه هلا في التصويت اسمع في التصويت يا رجال يا رجال انت معي اسمعني زين يا رجال لمن اعطيتك الهرج استورد ورد اول شيء ثاني شيء متعب بن رقعان وعبد الله عبد الرحمن يوم ركبتهم كانوا حولي هم فذا قلت ابد يا الربع أبغالي اثنين فعاين في متعب قلت متعب معي اللي الرجال جنبه قلت انت معي انت اي هذا الكلام يوم تقول ولا الرجال كلهم يستاهلون ليش نزلت الرجال واللي رديته طيب أط... ردي... من الصندوق طيب صل عن النبي معك نايف, اسلم واللي رد واللي نزلته من الصندوق ذا ما نزلت من الصندوق بكل احترام قلت ميده وابو حزام يسمع بكل احترام قلت ميده يا الربع انا بغالي دخوليه ما لها سنع واحد يركب في الصندوق ومن ذا الكلام جيت انا وجيت انا استنى الدخوليه كنت بادي دخوليتي والشباب معي في ذا ما لها سنع انا ابغى دخوليه حلوه واحد في الصندوق طيب الثنين اه انت فنة. الحين ده 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 النية كان انه يدخل الحالة خلني خلني من النية، النية عند الله حل. دقيقة النية انه كان يدخل الحالة نعم وجاء قالوا حط معك اثنين قالوا اه اه حط معك حط متعب وحط طيب. اللي هو عبد الله عبد الله طيب انت ضفت معك اثنين في الغمارة وش المانع لو حطيت في الصندوق اثنين ولا ثلاثة بعد؟ انا انسان يا طويل انا الغمارة انا انسان اناني اخاف اللي بالصندوق ياخذ طيب اي اقنعنا ليه يا طيب ابو دب حمود ابو يا فؤاد 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 دقيقه نفداك تفضل لبيك اسمع اسمع انا حاب يقول حدث العاقل بما لا يعقل فان صدق فلا عقل له انت في حديثك تقول دخوليتي الحالي حط خطين نعم الحالي يعني المفروض الدتس ما فيها الا فؤاد الحاله نعم يعني المفروض المقص على كل الروس نعم يا يعني اللي في الغماره هم منزلوا ولا اللي في الصندوق ركبه في الغماره وانزنت ها سأل سأل انت انزل انت انت صافط انزل اما القصه دقيقه خلني اخلص بعدها بس شغل لا اذا خلصت خلص اذا خلصت خلص رد علي الشيء الثاني قولتك طال عمرك اني انا ما اعرف متعب ولا اعرف عبد الرحمن وانهم كانوا اقرب اثنين يا رجال انا اعرفهم ما اعرفهم اه خلاص انا ادريك تعرفهم اعرفهم قلت لك اعرفهم قول انا مختارهم ترى ما فيها شيء اذا قلت انا مختار مشاركين سواهم طيب اخت قول اخترتهم اختار يا محاسن الصدر أنا جنب

ابشر بسعد وركبوا الرجال معي وكلمته وقلت يا متعب انت وعبد الله الله يحييكم نحاف ورجال اعرفهم وقلت لو ما بغلط طيب. طيب انت معي يا ابو حزام هي. ووافقتك ها. ولبيت طلبك وقلت ابشر بسعادك تم اللي لبينا اطلبك للعيد ولد نجي بي آه دور آه بي. آه دور آه. بي يا ابو آه. حزام دقيقه دقيقه, دقيقة. 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 آه. آه. انت فارض علينا دخلية من السكريبت تعود تقول لبينا اطلبك اسمع اسمع, اسمع كان, قلت كان قلت, انا شاركت مع عبد الرحمن عفوا عبد الله بن عبد الرحمن وشاركت مع متعب الرقعان في برنامج سابق واخوياي وأعرفهم ومن عليهم وقلت اركبهم معي وخلاص ايه خذت السالفه وانا اخطيت لا لا انا علمت اخوي اعلمك يا ابو حزام من الصندوق هو قد ركب أ أ ابو حزام انا اعلمك خوصة. في النقطه هذه كانوا جنبي اعلمك في النقطه هذه عندي ما هو, هو يقول اسمع معي اسمع يا ابو حزام أي. انت كنت تشوفه كانوا الرجال جنبي في الكنب اللي يساري انت ما معي خلني اعلمك ما انتبهت بكيفك انا اعلمك الشباب يوم تقول انت كانوا في برنامج سابق وانهم اخوياي من اول انا قد قلت, قلت لك ونوهت عليك اول ما تكلمت قلت انا ما اعرف الا الاثنين ذولا من قصور قصورهم في الربع اساميهم فيهم اعرفهم في التصوير من, من, السندوق؟ السندوق؟ من السندوق؟ اللي من الصندوق من اللي نزلتها انت من الصندوق؟ والله ودين ويمين ما اعرفه شفت هذا لكن كان يدري يعني في واحد شكرا شكرا خلاص شكرا 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 خلاص وضحت شكرا شوف هو يقول ما اعرفه صح ركب اللي عرفهم ونزل اللي ما اعرفه تعب طيب الرقعان علشان هم بينهم اتفاقيات واخوه عشان ركب الرقعان له جمهور وذا له جمهور سابق عرفت قال خليني اخذه معي يمكن جمهوره جمهور يتفاعلون وكذا الشخص اللي نزل من الصندوق يا حبيبي فؤاد لربما بعد فتره الشمري الشمري مشرف هو مشرف ولا مشرف شو <applause> اسمه؟ انا ما ادري من هو لكن الشمري ربما الشخص هذا خلال الايام أيه. الماضيه الجايه الجايه, الجاية يكون آه نجم جماهيري ويكون فؤاد ثنائية حقته عشان الجماهيري ما يصير الكلام ذا يا اخوي وين الشمري شو اسمه؟ من هو الشمري؟ هو اللي مشرف, مشرف بن عواد الشمري مشرف بن عواد مشرف. الشمري هو اللي نزلها فؤاد جروب 82 هذا يا ابو حزام آه لا بد ان يقمع ايه نعم. لا بد ان يقمع جروب 82 80. هو شو يقمع شوف اول شيء جروب 82 80. اول ما جاء عطاها الاول جحدنا الاول جحدنا الثاني قال ما اعرفهم ثم قال اعرفهم ثم قال ها لا والله انا ما نزلتها ما اعرفه يعني الاثنين اللي انت تعرفهم ركبتهم في الغماره وعشانك ما تعرف الشمري تنزله ان شاء الله اتمنى ان الرجل هذا اللي نزل من الصندوق اتمنى هذا هو هذا هو هذا هو ارجع هذا هو مشرف اي نعم الشمري اللي لابس الاسود اللي لابس الاسود اللي لابس الاسود عطنا صوت عطنا مشرف عطنا صوت مشرف تكتمل خيوط القضيه تصير واضحه هم معك صوت يا مشرف طال عمرك اول شيء صباح صباح الخير يا صباح النور والسرور الله يجعل ايامكم ان شاء الله سعاده يا رب كيف حالك طال عمرك؟ عط خير الله يسعدك حنا نعتذر لك شديد الاعتذار ما أقول لنا أقول لنا أقول لنا فعلاً, فعلا فعلا عذرك مقبول وفؤاد يعني صراحة صديق لي أيوه؟ تمام وبيني وبينه الحين على ما قيل يعني ثلاثة شهور وهذا صديق لي طال عمرك وانا مقدره ومحترمه على دخوليته يا جماعة ويعني الصراحة ثلاثة شهور جاية اقصد شهور الجاية الجاي يعني اه يعني قصدك عشان الرجال عنده يعني جماهير حددت الهدف وحطيتها صديق يا رجال اصبر لا تقول صديق قول زميل الآن الآن زميل صديق بعد انتهاء الثلاثه اشهر وبين انه كذا معك قلت لك انتم الان كلكم زملاء متسابقين بقى. بل بل لابد ان, أن يعلم لابد ان يعرف مشرف وغير مشرف انهم امام جروب 82 الثلاثه هذولا خلاص متجهزين وشف اذا مو هم مخططين ومجهزين اشياء وسيناريوهات من قبل البرنامج انا ما اعرف شيء يا سلام عليك في مواجهه ال 22 الباقي ولا هو ولا طمرة إيه ولا والله هو والله بيض الله وجهه الشمري طمره طمرة والله بيض الله وجهه والله بيض الله وجهه طلع وقال لي زميلي وصديقي شيء وصديقي قربه يا انه هي ابي ابي والله. الشمري قربه أبي ولا يعرفه لا ابي لك شيء ابو براح. لا تقول شيء لو لا لا دقيقه لا دقيقه لا تقول دقيقه فؤاد فؤاد دقيقه فؤاد بعطيك بعطيك برجع لك لا 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 لا, تسكن, لا, تسكن, لا, تسكن. لا دقيقه, دقيقة فؤاد ما بيك دقيقه دقيقه بخليك تتكلم نبي بس مشرف ها سام سم معك مشرف آه مشرف جات في خاطرك صدقا يعني الصراحه أشوف اي 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 بغض النظر عن جات بخاطري ولا ما جات بخاطري, ما بخاطري ايه؟ ولا و... تسمعني يا و... تفضل اسمعك إيه؟ تفضل شوف الصراحه انا الحمد لله والشكر ما احط بخاطري على احد شيء يا اخي طيب انت ل... للامانه والله شوف والله العظيم وانت ما حلفتم بالله اني ما اخذت بخاطري 1% لا لا في في, في الحين تالي 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 تالي, 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 تالي تسمعني و... واني واني طال عمرك نزلت بكل حب وود ومشيت مع رجال الحركه وش رايك فيها؟ خل... انت ما جت بخاطرك و... أي... ما جت بخاطري الحمد لله, لله والشكر قال لي انزل ونزلت رجال لوها على غيرك وش رايك فيها؟ سام لوها على غيرك لا لا قلها أنت, انت بتسويها انا اتكلم عن نفسي مالي ما علي طيب فعلا انت محمود. انت بتسويها يا شمري منعني يعني أنت لا انا في ذاك في اللفلفه أنا احب الرجال الصريح السي وانا معك صريح ما انت لو راعي السياره العمر. دقيقه شوي لو انك راعي السياره وفؤاد في الصندوق بتنزله ايه لا لا شكراً خلاص خلاص انت الكلام وضحت انت الكلام واضحه احنا اللي نصفق الحين مو اللي نصفق لك الحين يا مشرف شكرا يا مشرف بيض الله وجهك أو أه نرجع يا شباب اذا مثل ما قال فعلا نايف نايف معلومه مهمه صراحه قال جروب 82 هذا واضح انه عنده اجنده يبغى ينفذها بالضبط الجروب جاي بقوه وجاي بسيناريوهات يبغى يطبقها على على الاشخاص اللي امامه وانا ترى الوم مشرف على الطيبه الزايدة البرامج الواقعيه ومن بدايه البرنامج انا زميلك وانت صديقي يبغى لها هو داخل في غابه وحوش يبغالها لها وحوش يبغى لها يبغى لها عنه يبغى يثبت نفسه الضعيف عفوا اللي جاي يعني بهدوء وجاي بشخصيه هاديه وبيسامح ذا وبيسامح ذا وبيسامح ذا, ذا. ياكلون هالريجين صحيح ويضحك صح على يد الرجال حقه ايه هذا هو كان مالك من ذراعك رجده شربك على يد رجالها معك يا عزب. يا عز خل نحكى شوي خلعين. لا والله الا مخطي ما دام قال الرجال في موتر وراسم معك قال دخلت الحالي وش 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 الحكمه؟ رجال بيدخل معك في ظهر الموتر يا قلت يا قلت والله يا 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 الربع والله يا الحسود ما يسود أسمعك بيجيك من يعني فؤاد حسود. حسود. فؤاد حسود حسود فؤاد حسود, حسود. فؤاد حسود حسود, فؤاد حسود. حسود. اسمعوا ايش يقول يقول طلبتوني ولبيت الطلب يا, يا اخواني هو اللي جاي بوتر وقاعد يطلب الربع علشان يقول أدخل بدخل بدخل لحالي يقول طالبيني عقب الليل ايه بيقول ليتني والله نجع ريعاتي يبرك لي ليتني <applause> <تني> والله نجع <applause> والله كان والله كان والله انها هدت علي اغلى من بيع طيب خلونا نشوف اداء المتسابقين من اول يوم بث يا شباب لعلنا نعرج على ادائهم كيف النظره الع... يعني الشموليه الشموليه للبرنامج يا نايف ش... انت تابعت اليوم ولا ما تابعت ولا كنت في ابو لا لا اليوم تاب... تابعت الله. اليوم تابعت اي نعم البدايه انا اقول لك كيف نظره للمتسابقين نعم. قوتهم محتوى المتسابقين اقوياء لكن يبغى لهم يهدون شوي يبغى لهم يشوفون وش عليه الرجال بداوا في تكسير اثاث وبداوا يدخلون في بعض وفي تقاطع اصوات وفيه تلقاهم كلهم جالسين في لوكيشن واحد زي ما تشوف قبل قبل شوي أيه أيه ب... في الشاشه. كلهم مرصين على كنبه واحده. وإذا ظهر الرأس منه هذا ظهر راس منه. لابد انه يكون في ترتيب، لابد انه يكون في توزيع لوكيشنات، حتى وانت في الهنجر وزع لوكيشنات يا اخي. نعم. ترى الكاميرا بتجيك وثلاث شهور بتشبع منك الكاميرا، انت اللي خلي الكاميرا تجيك وتتبعك، لا تروح انت تتبع الكاميرا. وزع لوكيشنات. وز والله شلو. وزع لوكيشنات. جيب محتوى محتوى هادف، جيب لك سالفه طيبه، خذ لك ثلاثه ولا اربعه من الاشخاص اللي ما تعرفهم وتعرف عليهم امام الشاشه، خلي البرنامج يكون واقعي بحت، حتى الشباب اللي قدامك ما تعرفهم تعرف عليهم قدام الشاشه واسالهم وسالف معهم كل الجديده قدام الشاشه، انا اقول برنامج بدايته قويه جدا، لكن لا ضيعوا الهقوه هذا اللي اقول. طيب الملاحظات اللي نقولها دايم اللي عليها الخصم اللي عليها خاصه من شباب المتسابقين بعض الالفاظ اللي يطلع فاصل ترى عليه خصم مهم جدا بين معكوفين اسمعوها ولا بكيفكم في ابراهيم السبت في ابراهيم السبت في وش في ابراهيم السبت, السبت يا سلام يا سلام الان سلام وعلى فكره على فكره كان يعني مجلس الاداره بين ان يحط ابراهيم او ما يحط برايم اخر شيء يعني صدر قرار انه يكون برامج السبت بحيث البرنامج ياخذ مجراه مجراه وسير التحدي واضح صراحه معلوم. يعني ترى برامج الواقع اذا ما فيها تحدي ما ما فيها ما الشغف فيها الشباب اللي لهم مع الاباء بيض الله على الحضور بيض الله على التفاعل بيض الله على قصصكم الملهمه اللي انا انا والله استانست اول مره اتابع فقره الاباء استانست فيها من قصصهم بس في مشكله عليكم كلكم خصم تقريبا تسعة عليهم خصم عليكم خصم ليش ابو عبد العزيز صورهم سناب ايوه وابو سعود الهوامله صورهم سناب فطلعوا في سناب ابو عبد العزيز وسناب سعود سعود جميل لذلك عليكم خصم بتقول هو اللي صورني ما هو شغلي ايش قلت لا تصور يا اخي إيه؟ رجع انت تكفى لا تورطني في تعليمات وفي مقدم نشوفك معه الكلام هذا آه طبعا مدير الاعداد محمد عيسى اكيد علمكم بالكلام هذا لكن كيفكم نشوفك مع مقدم عليك خصم وخصم قوي المقدم ما شيء على شي علفت نظر المره الثانيه الثالثه المقدم ممكن زميل لفت نظر حتى وقوفك معه مو بس تصوير وقوفك لانك انت اللي تلحق وتروح تسلم عليه وش تبي يا اخي خلي يعدي فقرته ويروح عليك خصم الجزئيات البسيطه هذه هي اللي الاعداد يلعب عليها ابراهيم السبت يبغى يدور له اي نقطه عشان يزحلك نبههم على الخصم الخفي كذلك في تايم كود وفي خصم خفي في اشياء تسويها وانت منبه عليها وتسويها على الشاشه فيها خصم خفي حتى المايك اللي تقفل عليك تبع مايك وتشوف كم بقى فيه بطاريه غير مايك قبل تقفل عليك لان لو قطع المايك على خصم في تايم كود يحسب كل شيء حسب الصغيره والكبيره عيسى كذلك موجود كل شيء محسوب عليك تفاجأ كذا تلقى متسابق جالس مكانه وهادي مع خصم انت نشيط طول الاسبوع يمكن تدخل برايم حتى وانت متفاعل واللي قدامك جالس مع خصم ما يدخل برايم ليه لان فيه خصم خفي وانت ما تدري عنه محمد انا ودي بوجهه نظر الشخص اللي تسبب في الفاصل اي السلام عليكم اثناء رجوعنا من بعد الفاصل يجاب كاشه يحط اسمه عشان الجمهوره يدري انه هو سبب الفاصل بعضهم يتعمد بعضهم بعضهم ما انت خابر ايه حط كاشا وانت وانت فلان سبب الفاصل ايه بس احيانا بعضهم يستانس يبي ايه اسمه يطلع يبي يطلع ح... اه يطلع عشان يجيب الكاش اه فاصل يا ايه. اخي ايه؟ استانس على شيء زين لا تستانس على فاصل اول شيء قبل ما تقول اوه فلان ترى اللي يجيب فاصل ترى ما هو بانجاز لك اول شيء السي في حقك السي في حقك بعدين الاعلامي وش بتقول؟ قدمت 17 فاصل في المراجع هل هل بتحطها في السي في حقك؟ قدموا على الشاشه اللي بتقدمونه في السي في. اللوكيشنات بالعربي روح لحالك واجلس خذ معك ثلاثه ترى ان زادت خربت. اصنع اللوكيشن منعون الله يرحم شيبان عقبوكم في الفقرات. في فقرات ولا ان شاء الله ما تجي فقره نلقاكم راقدين ولا منسحبين. البارحه ماسكين البث فقرات اسال فلان خل فلان ما نبغى نعرف منه فلان يعبر عن نفسه. فلان الايام كثيره تعلمنا من فلان. تجي انت تسال كرسي الاعتراف ومن انت وين يا رجال رخاء بزين ترى المضمار طويل ثلاث شهور لا تنطلق بقواه تجي يرجعون معت... بدلت يا رجال صدق عاد ابو حمود قال له كلمه صراحه تكتب بماء الذهب فعلا سيفي في حق الاعلام هي يا رجال انا صارت لي في مقدم مقدم على بدايه توقيع العقد براتب 8000 يعني اتفق معه على ان يقدم ها الين جاء اللي قال يا ولد ترى بيهج علينا فواصل ترى بتروح الفقره كلها فواصل اقسم لكم بالله لا نفسي في أنا في حقه خلاص سجل انا سكت ما انا ما تابعت الرجال في في البرنامج ولا في ذاك ما عاد اذا اذا بيحط فواصل في النهايه شاشه القناه احرص على ادارتها فعلا السي في ترى مهم وهذا يغفلون عنه الناس كلهم مخاطبه الكاميرات ايضا اصبحت يعني وانا ارى انكم انتم يعني صوب هذه عدم تقاطع اصوات واحس انكم عندكم فهم في ذلك عدم تقاطع اصوات؟ اي يا رجال ام البارحة مو بتقاطع اي البارحه هدى هدت اصوات جمع كباري انت آه اي قلت تحت مجمع كباري البارح اصبر لا تقطع حديث اسمع خلي الفكرة تجي كامله خلي يعني واحد يقول لك كلمه وجاء الثاني يقطع عليه وانفهمت فهمت كلمته خطا اصبر عشان ما يجي بعدين يبرر وانت تبرر وانا اسف وما اعطيتك حقك ولا يلطم حد الكلام ده كله ما له داعي خلوا الكلام وأنتوا اعرفوا كيف العليه وتمشوا اموركم طيب اتوقع الاداره ايه؟ ما قصرت كتجهيز لوكيشنات لوكيشنات كل كل كلهم جاهزه كلها صح ولا لا؟ نعم كلها جاهزة. الفقرات جاهزه من بكره الفقرات جاهزه كوشن جاهز بس يبي تركيز لا حد يجيني في لوكيشن واحد يحول عليه 10 في جلسه 21 مو وزع عمرك والكاميرا بتجيك والمخرج يتبع والصوت معك ان شافك عندك حديث هادف ولا رساله هاتفه بيجيك لا تحسب انها على ولا هي جاية تجيك طيب نبي ريان ريان ساهري. الساهري ريان الساهري دخوليته امس فوق الرحول الحقيقه أهم. مبدع من اجمل ما يكون رجل ساطي ودخوليته كانت قويه وواقعيه لكن آه انتشر له مقطع ايضا ما له مبرر يعني وبغى يتعور وبغى ينكسر لكن قبل ذلك آه آه ولا اعطونا ريان جهزونا ريان ريان نبغى نسولف معك ندردش معك اذا مقطع ريان جاهز يا راشد يلا خلنا نشوف المقطع خلنا نشوف المقطع يلا ما يخالف يود قمت تنسى ما ادري ايش بيقول تعال قول الدجاجه ها قلت سلام جاجه سلم 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 انا انا داري والله نعم. انا والله داري سلام. لا لا ذي أبسد قلت جاجه انت جالب ان شاء الله. ديايه ديايه تبعد مرحبا وش اخباركم؟ ابو حمود شفت ال <applause> والله ريان شوف انت مثل ما تفضلت قبيله قلت انه مبدع في دخوليته على مطيه، الولد ذياع رايح حلال وعسى الله يبارك له في حلاله رجال النبي ويفهم ويعرف اللي له ولا عليه لكن انا استغربت من ريان يمكن ما زال في بالها الدخوليه يمكن الدخوليه ما اعطاها حقها فقال <applause> خلني اضبط الدخوليه يا <applause> سلام واكملها على ايش الطاولة <applause> على الطاولة <applause> ولا الدخولية والله إنها كانت كفو ودخوليتها مضبوطة خلاص درينا انك ما فيك احكام لكن الطاولة دي لو ان من الله منعك فيها كان يا سلام وش معنى هذه يا نايف؟ ان واحد يركب على الطاولة والله لقاء ايه دقيقه الفواصل كم فاصل طلعنا راي ريان كم ف... كم كم حول كم يقول واجد ما اقدر اعدونا والله آه عشر عشرة من امس اليوم تحيه لريان آه 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 نجم الفواصل هذا آه هذا نجم الفواصل ها قبل شوي ايش كنت تقول انت في مقدم كان بيتم التوقيع معه حلو, حلو حلو واستغنى عنه علشان موضوع حلو الفواصل حلو حلو. ريان من امس الى اليوم عشر <applause> فواصل طيب 90 يوم ايش بنسوي؟ يوم واحد طيب ريان انا بساله يعني ضيق الله عليه الا الطاوله اخويا جالسين جنبه في الكنبه في مجال ثالث روح اجلس على الكنبه وش تبي بالطاوله؟ يا أخي هذا اثاث متعوب عليه وجايبين مصممين علشان يصممون الاثاث مصممين مختصين علشان يصممون الديكورات والأثاث ويضبطون الأشياء اللي قدامكم كلها لرضاكم وتطلع الشاشة بشكل يعني جميل أمام المشاهد تجي أنت تجلس على الشاشة يا ولد ضيق الله عليك هذا الشاشة عفواً إلا ذي الطاولة تدري يوم طاح يضحك يوم على الشاشة والله بيجلسون على الشاشة تحرم بيجلسون على الشاشة والله نجلس والله فوقها لكن اسمع الآن تدري انه عقب ما طاح آه. وسوى سوى؟ آه. يركب على الطاولة، بس اسمع شفت <applause> المقطع الثاني بعد؟ شفت المقطع الثاني؟ حق <applause> ايش؟ جالسين على الدراجة مراجيح وكسرات ايوه جا يسحب اثنين يبي يطرحهم هم يحسبون يعني هم هو ما يبي يكسرني بس يبي يكسر يبي يكسر العيال معه صح يبي يكسرهم كلهم عشان يقولوا ايش؟ والله ذا تل ذا تل. كوميدي والله ذا حركي قديمين يا ولد يا ملقوف مو مو تبي تكسر اخوياك غير ذلك تضرب يجلسون على الشاشات <applause> غير ذلك يكسرون <تس> الشاشات <gast> غير ذلك يا محمد صدق <applause> المشكله من المشكله اسم البرنامج حساس شوي ولا <ه> اي ها اي والله حساس يعني وين الرساله في انك تجلس على الشاشات؟ <applause> على الطاولات والشاشات <شاكل>. على الطاولة يا اخوي لا بارك الله في الضيق واجد والمحلات واجد ضيق الله عليك اللي على الطاوله طيب انت تدري اذا اذا انكسرت مش بتقول شو بالعوض ما بيلعب ما يا اخواني انا, أنا, أنا ما بيلعبط. انا دلوقتي. انا متكلف انا خسران علشان أظهرك في الشاشه أنا بكادر حلو بكاد حلو الا انك تجلس على الطاوله يا اخوي منع الطاوله من اخوي عين خويك اصلا مشروع مو على الرجال مشروع على الرجال اللي جالسين على كلام رفيقي مسولف عليهم وهو على الطاوله يوم ترى الرفيزي مده يسوي جلسه معهم كان نزلوا ولا في الارض كان نزلوا ما مثلها شوف عطر نزل من شفك على شفر فيزك انزل يا غير يا مدحات سيارة هذا هو هذا قام ثاني على الطاولة جامده. بعد رجعت اكثر شوف المكان تو شوف تو شكرا يا شكرا يا مخرجنا ياسر ياسر اليوم يبدع ويا علي رابح وخالد والشباب في الكنترول كلهم مبدعين يا ولد أنا ما قلت لكم انه راي حلال الا ترى راي يطير والطير دايم وش اللي معه وكره. وكر وكر الله اكبر الرجال طلع عمرك طير دور له وكر دور له وكر قال يا ولد اقرب ما ذا بالطاوله تسند عليه ولا الكنب يا مسلم على الكنب والله على شيء ويا. الشاشه لو نرى فوق الشاشه لا هو انت انت نبهتهم نبهتهم <applause> عطنا عطنا ابو ابو ريان ريان براسه مو أبوه عطه ريان يا مرحبا لا لا دقيقة 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 تكفى حتى مايك فؤاد ما نبي المايك حقي انا اخي دور غيره غير فؤاد يعني غير فؤاد ما أبي الا مايك فؤاد خله 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 جبت يا ابو حزام لا لا ما نبي مايك فؤاد غير فؤاد غير فؤاد جب عندك 24 مايك اقول جب غير فؤاد ما شاء الله ولا تجي يا ولد حتى فؤاد يستغل اللحظات اللي زي هذه يروح يعطي المايك هل هذا اخلاص ما اخلص لراعي عدت تخلص اللي انا ادري لا قال يعني. الراعي المايك عشان بيطلع يا هوا قال خليه يطلع معه الله اكبر طيب نسمع نسمع, نسمع من ريان الربع انا اسمع من ريان مشيتم الله بالخير مرحبا ومسهلا يا ريان بشي على ابو حزام وعلى ابو مناحي وعلى الاكلبي وعلى قحطاني مرحبا والله ومسهلا مرحبا بك ثاني ما ابغى اقول ما عليك زود على المدح الطيب يا قحطاني وتقول على الوكر اشكرك يا ولد 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 نفداك صالح ابن حمود انا كسر المري خلص ما كذا يا شيخ ابو حمود ابو حزام نايف ابو حمود ابو حمود بغينا نفداك اقول أه أه معلك زود على كلام الطيب آه ثاني شيء طال عمرك يوم كنا على الطاوله المرصيطه انكسرت الطاوله بشرب العوض لا 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 في قناه الواقع ما بعد اخذنا من المتسابقة عوضي اللي لكم أذاذكم هو لا تعوضني طيب اسمعني اسمعني خليني اتكلم يلا ثاني شيء اول مره في حياتي كلها ادخل برنامج واقعي ما قد دخلت برامج ثاني ثالث شيء الواحد يخطي وغلطه الشاطر بعشره ايوه وانا طال عمرك اخطيت في اني طلعت على الطاوله بيض وجهك اسمع كذا صح بعدي. الله الله وخلصنا منها و... وش عندكم علوم؟ ليه تحك راسك؟ يوم تحك راسك كانك ما انت كانك بصامل لا والله صامل صامل يعني. يقول أبا اعلمك الرجال اللي الرجال يعترف بالخطا هذا يكبر عيون الرجال عزو عزو ما اختلفنا وانت كبير يا ريان قبلها وعقبها ما عليك زوج يا كنت حياه طيب يوم كنت على الشاشات وش كان يعني هدفك؟ <سؤال> <سؤال> يوم ايش؟ يوم وش وش مساك يا يا نايم كيف كيف كيف؟ يوم تجلس على الطاوله وش كان هدفك؟ وش كان تبي يعني؟ ما فهمنا احنا والله يا ولد الرجال يسولفون وانا ما اعرف اجلس وزانهم واصبر سر لازم ينحرهم ينحرهم اي حلو قلت لكم شو اسمه وش حدثنا عن دخوليتك البارحه على دخولياتنا كلها دخولية السعد انا اشهد الله الله ما قصروا اخوياي لو الله هم ما جت الدخوليه الطيبه هذي لكن اداء ترى هو اللي ما يقول دخوليتي ايوه اداء اخوياك يا 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 ريان لبيك انت مطلق اخوياك مطلق يا زور. اخواني المتسابقين ارجو رجاء خاص من اليوم واحد الى اليوم تسعين المتسابق اذا جبناه الحاله لا تتكلم بلسان اخوياك انت مطلق وتخدمهم والشفره تخدم الجنبيه يا لكن نفد وجهك الى قلنا كيف كانت دخوليتك افتكلم عن دخوليتك وانت على ظهر الرحول تكلم عنك يا سلام علمنا يلا دخوليتي دخوليتي زانه طيبه أيوة وان شاء الله لاقت ب ب ايش اسمه بالمنظر الطيب احسنت و زانه زانه <applause> والله إيه زين انت <applause> <applause> ريان وش كان موهبتك ريان انت واضح انك متمكن في طول العمر في, في البل وفي الرحايل لكن وش كان موهبتك شاعر انت ولا لا موهبتي راعيه بعر وخيل انعم أكرم طول عمرك هي راس المال وهي عمود سأز... البقري هي اساس الحياه وهي اساس الحياه ما قال <applause> آه نايف شفت دخوليه ريان آه شفتها مم. الدخوليه مميزه صراحه مع انها اركع على الرحول شوي لكن آه دخوريه مميزه هو هو اللي فاز بها على قولتك فاز بها عكاشه يعني كانت دخولية مميزه افضل من اي دخوريه ثانيه تشفع له حتى على عشان اي بالله تشفع له هو واللي زينها ما يركب مع لا واحد ولا اثنين ولا ينزل <applause> <نجلحد> ولا يركب <applause> ما يرد بها احد ما فيها الا الحال رجال <applause> فطلع بالمظهر المشرف اللي اللي الله يبيض وجهه عليه وما يسمع يا نايف فرحت وش حالك عساك طيب الله يعافيك يوم تقول أركيت على الرحول شوية يقول روحوا طال عمرك اللي ما اللي ما عسفته اخزمها اما أم بعصا ولا هي جايت كم عسوفه وجايت ما العشيف طال عمرك تعاقب وتدبل سدك هذه كلها تون عشاء وانوار وزحمه هي. ترى لها دور الله ترى لها دور شكرا يا ريان فدا فدا يا ريان شكرا ري. يا ريان آه نبغى نبغى بس آه متسابق دشن والجمهور اليوم اسمه في آه في تويتر ولعل جروب دعمه يعني يكون واضح معنا شوي اللي هو المتسابق زياد زياد لعلك تحضر معنا يا زياد ايضا الجمهور له حق يا شباب ولا؟ نعم لا حق جمهور مراجل دشن اسم الحقيقه انا اليوم ما اقول ان أنا يعني لانها فعلا الجمهور هو اللي دشن اسم زياد وقال من الان وصاعدا اسم زياد هو الازدياد ها؟ الازدياد وهذا اسم الحقيقه نابع من اسم الرجل انه زياد ان شاء الله وفي زود ولعل ان شاء الله في زود ومن زود في زود ومن علو ومن في علو يا زياد زياد فارس له تسع سنوات في الفروسيه تسع سنوات نعم. الله متمكن جدا متمكن جدا وكل ما له يزود جمهوره قال هذا ازدياد هذا مو بزياد اتمنى يكون موجود زياد عشان حنا نحيطه ونشعره بالاسم اللي اطلق عليه الجمهور زياد مساك الله بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. وأسعد الله من مسانا ومساكم بكل خير لا انتم ولا المشاهدين ولا الجمهور. أحب أسلم عليك يا سالم حزام محمد مناحي وصالح المكسر ونايف الاكلبي. الله يسلمك بمكسجة. معلومة بسيطة أنت قلت تسع سنين. لا المعلومة الصدق الصدق سبع سنين. سبع أخذ تسع. تسع. نعم لا لا بس أنا أحب الصدق أنا. أنا أموت في الصدق بيض الله وجهك. بيض وجهك. لا لا شوف الرجل صادق ما هي آه زياد اليوم جمهورك في تويتر وعلى تفاعلك آه اطلق عليك اسم آه الازدياد بدل زياد انا اتمنى يعني آه من حق الجمهور ايضا على علينا احنا نبلغك الله يبيض وجهك يا ابو حزام يبيض وجه آه الجمهور وانا سميتهم اسم الفرسان وهم معي لا يوم 90 باذن الله يا سلام عليك, سلام عليك سلام سلام لو, تغيرهم لو تغيرهم لو تغيرهم لو تغيرهم يكون فريق الدعم فرسان الازدياد بتصير عشان ايضا لا ما تكسر الخطه لان الفرسان اصلا واجد واجد نعم لا فرسان زياد بن شري لا لا, لا 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 دقيقه لا لا, لا. الازدياد هم... هم سموك الازدياد اقول اللي بين الجمهور انا حاضر فيه يا إيه سلام عليك اذا الجمهور يعتمد اسم ازدياد ايش رايك يا ابو والله هنيئا اول شيء لزياد او الازدياد في محبه الجمهور له ثقتهم فيه ويستاهل كل خير الله يطول والجمهور ما وجدنا هنا الا لرضا الجمهور والجمهور هو من يساعدنا الى النجاح الازدياد يستاهل ازدياد وشوفوا بعد من حرصه على جمهوره قال انا اسميهم الفرسان فرسان الازدياد يا سلام يا سلام روح يا ازدياد <applause> <applause> ونشوفك <تصفيق> في التسعين نشوفك <applause> التسعين باذن الله بوقفة اخواني وبني عمي وجمهوري ومحبيني والفرسان معي اهم شيء احسن يستاهلون ف... هو يستاهل ابو حمود يا الازدياد انا ما بقول لك يا زياد بقول لك على طول من قريب يا الازدياد لبي يا يا صالح لبي. ترى الازدياد خطاه واحد ضرب عشرة يعني خطاك بعشرة صحيح واحسانك بعشرة صحيح يعني طال عمرك ضم في عمرك ولا تضيع تراك تحت المجهر لانه اول من صعد اسمه اليوم من جمهوره وعطونا اسمه فهو انت، يعني من اليوم قدام خطاك ضرب عشرة الله يطول عمرك وان شاء الله محمد مختين والانسان ما هو معصوم على الخطا. آه شكرا لك يا ازدياد و عفوا لك يا ابو حزام لا انت ولا المشاهدين. يا مرحبا. آه اعتقد وصلنا الى الى نهايه هذه الحلقه يا شباب. لكن قبل <applause> ذلك نذكركم ببكرة عندنا حفل مهرجان كرنفال ايفنت اثروا على انفسهم انهم يختارون برنامج مراجل لهذا الصدى اللي ناله البرنامج الفعالية هذه بتكون من الساعة الخامسة إلى الساعة التاسعة تقريبا أو الساعة الحادية عشر بتكون منقولة نقل أكي يعني مباشر جدا من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشر قبل ذلك ممكن في لقطات على الفعالية وفي يعني شيء بيعجبكم أنا معدني محرق عشان أيضا يكون الجمهور على الموعد في برامج قادمة لقناة الواقع برنامج شعر القلطة بيكون برنامج ضخم جدا يعنى بفن المحاورة بيكون بداية إن شاء الله بعد العيد مباشرة هذا أيضا هدية لمتسابقينا والجمهورنا أنا أقول مو بخسران إن شاء الله لكن اللي بيطلع بدري من برنامج مراجل أو اللي بيطلع بغادر مو مكمل أنا أعتقد بفوته الكثير يا نايف بالضبط احنا امام يعني برامج متتاليه ونجاحات متتاليه وخاصه الفتره الاخيره يعني شفنا النجاحات مبهره يعني كلنا نعرف ونعي الصدى اللي وصل له برنامج القمه قبل نجاحه والختاميه اللي كانت جدا يعني في في قمه على مسماها نجاح القمه فعلا كان برنامج ناجح اصداءه كانت كثيره وانا بصراحه يعني وبذمه اني من الناس اللي متابعين البرنامج في تويتر لقيت لها اصداء كثيره القناه يعني البرنامج اضاف للقناه جمهور جديد جمهور يعنى بالشعر شريحه و... جديده بالضبط شريحه جديده من مجتمعنا الغالي وكذلك يعني الجمهور الشعر موعود ايضا ببرنامج قادم شعر القلطه كذلك برنامج يعني بعد برنامج القلطة برنامج إنشادي والبرامج متتالية نجاحات مستمرة نعم إلى ما لا نهاية بإذن الله أبو مناحي نشكر لك هذا الحضور وهذا التوهج من بداية الله يطول والشكر لكم أنتم أنتم يا نجوم أنتم يا قادة الإعلام أنتم اللي تحيتوا أنت الفرصة لي وأما يوم تقول أنت اللي اللي يطلع الأول أي. بيفوته شيء كثير لا أه بعرج على موضوع اللي هو البزنس ثلاثة النسخه اللي قبل دي اثناء وجود شعر القمه اضاف لهم شريحه كبيره من المجتمع يا سلام والتمسوها الشباب ما بالك الان برنامج مراجل وشاعر القلطه نجاح بين وواضح فلذلك نطلب من الشباب يجتهدون تواجدهم آه نقول فهلهم التوفيق ان شاء الله ابو حمود بس قبل ذلك خلني ابشر المتسابقين ايضا استهل. ان في الحفل هذا اللي بكره باذن الله باذن الله سيسلم لك الجوال وبتغطي بسنابك اوه ايوه <applause> لا ترى نشوف فرحتهم الا ذوش ايش؟ كيف كيف؟ خليهم خلي يسمعون خليكم معي خليكم معي تجمعوا يا شباب تجمعوا 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 تجمع. بكره في الحفل هذا هم على علشانكم انتم يا متسابقين مراجل بتسلم لهم جوالاتهم بيغطون بسناباتهم بيعدون التشيك على فرق الدعم اللي عنده شيء بخلصه حنا عارفين وش الغايه اللي جيت البرنامج تفعيل حساباتك ونشرك المحتوى ايضا يدفع من سنابك ويحرك حساباتك هو هدفك كما هو هدفنا لك ايضا في سعر القلطه بيكون مسموح فقط لتغطيه سعر القلطه في الحلقات الاسبوعيه فقط لمتسابقين مراجل فقط يعني معنا بتكون حتى وسائل التواصل اللي معك متحركه لابعد حد. بس بعد ذلك اذا استلمنا منك الجوال واخذناه حنا نلعب على جزئيات بسيطه على جوال صح انه رتيب بس ان ايضا اذا اخذناه نبي نبي نخصم عليك. حنا معك ما حنا بضدك لكن في النهايه نبحث عن الاخطاء البسيطه عشان يصير فيه تفاضل. ابو حمود ابو حزام اخوان المتسابقين طبعا أنا بيض الله وجهكم على هذه الخطوه. بخصوص الايفنت الايفنت نعم مو بإيفنت اه الايفنت اوه هذا عايش يا الربع يا الربع خذوها انتم تفكرون عندكم نقاد كلام الرجل هذا عايش عشر سنوات في امريكا امريكا يونايتد ستيت الله اكبر السلام اقول ما عاد بعد تاليق حزام شيء لكن اللي بقول للمتسابقين الشاشه ملككم من اليوم الاول فاتمنى انكم ما تظهرون على هالشاشه الا الشيء اللي يستحق انه يمثلكم في الايام القادمه. شكرا لكم جميعا اتمنى تشغلون شيله مراجل عشان يرزفون الشباب ويحتفلون قبل ما يبدا الايفنت ولا ايفنت؟ ايفنت, إيفنت بالفي الايفنت اللي تبي انت اللي تبي شكرا لكم جميعا فمان الله تصبحون على خير اللهم اختم بصالحات اعمالنا وبسعاده اجالنا وبلغنا مما يرضيك امالنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بمالله. تصور صور راس هذا عجوبة جوبه بعد صور راس اللي احنا بيضاء بشله نسوي به ونسوي به شويه 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 ها هلا عشان بيجيكم هنا تعال تعال خلنا نجلس هنا تعال